ننتقل إلى هذه الصور من هناك تحديدا من منطقة السيدة زينب في ريف دمشق التي تعرضت لغارات إسرائيلية منذ قليل. إذا القصف الإسرائيلي استهدف مبنيين في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق كما نرى في هذه الصور. ألسنة الدخان لا تزال تتصاعد ولكن حتى الآن لا معلومات عن ما الذي تم استهدافه تحديدا أو إلى ما أدت هذه الغارات. ما إذا كان هناك خسائر بشرية نرى بأنها مبان على ما يبدو بحسب ما نرى هي مبان سكنية وما إذا أدت أيضا إلى خسائر مادية. هيدا يا شباب حد منا بالسبت.